بنحل اليوم problem 449 من كتابنا فيلم روسو. البروبلم تحكي لي ميثين الأكسجين react in the presence of a catalyst to form formaldehyde. فعندي هذا الميثين هون والأكسجين الديزايرد برودكت تبعتنا اللي هو الفورمالديهايد. In a parallel reaction, methane is oxidized to carbon dioxide and water. احنا بنعرف انه لما يكون موجود عندنا مادة هيدروكربون مع أكسجين فممكن يكون عندنا عملية احتراق، فهذه العملية عم بتتم as a side reaction هون بيعطيني CO2 زائد 2H2O. هلا بقولي the feed to the reactor contains equimolar amounts of methane and oxygen. هاي الفيد اللي داخل عنا في كميات متساوية من الميثان والأكسجين equimolar من ناحية المولات. اوكي assume a basis of 100 mol feed per second. نعمل draw and label a flow chart, use a degree of freedom analysis based on extent of reaction to determine how many process variables values must be specified for the remaining variable values to be calculated. فهلا بدنا نروح احنا نرسم الفلو تشارت. فاحنا عندنا رياكتر، هي الرياكتر شو تكون اليونت اللي داخل عندنا، طبعا هي رياكتر. هلا عم بيقول لي انه هي الفيد اخذ البيسز تبعها 100 مول بير سكند. طيب يا رحمه شو بدي اكتب هون مكونات يا رحمه؟ دكتور هلا اذا هو يعني نفس ما نفس الابل اللي درسناه واقدر اجاوبك، اما اذا لسه في شيء جديد لسه ما درست. ما في شيء جديد، عم نحكي انه the feed to the reactor contains equimolar amounts of methane and oxygen. فانا بما انه قال لي البيسز اوف 100 مول فيد بير سكند، ففعليا هون ما في شيء، عم نرسم فلو تشارت وبنحكي انه الفيد هي على الرياكتر، هذا رياكتر والفيد عليه 100 مول بير سكند، وعم بحكي لي انه equimolar amount of methane and oxygen. الميثان هيها بدي اعطيها رمز M والاكسجين بعطيها رمز O. اوكي فكم عندي الكومبوزيشن تبع هذا الستريم، شو بدي اكتب هون؟ يعني هذا مبني على دراستكم بالقبل، ما انا دخل دراستكم. 0.5 ايوه 0.5 ايش؟ ميثان. ماشي، ايش الوحده؟ مول ميثان بير مول. بير مول، ممتاز. وال 0.5 الثانيه كمان نفس الشيء، بوينت اكسجين مول اكسجين بير مول. ايوه 0.5 اكسجين بير مول. مول اكسجين بير مول. الاكسجين اسهل لان نخليها اكسجين هنا. طيب فهلا احنا بنكون عندي رياكتر، هو ما حكى لي اي شيء عن الافلونت اللي طالع منه، ولا قال لي قديش اتفاعل ولا ما قديش اتفاعل، قال لي بس انه عم يصير هدول التفاعلين. احنا المره الماضيه لما نرسم الفلو تشارت للرياكتر بالاوتبوت بحط بما اني ما بعرف ولا شيء، بدي احطها هون مول بير سكند، بس مول بير سكند من ايش؟ بدي احط الفورمالديهايد تعطيه اف والووتر. اوكي اقول لكم شغله هلا، بيكون عندي رياكترز عشان لما نعمل البالانسز الافضل دائما انه نحطها زي ما هي، يعني هي مول CH4. ليش؟ إذا بدي أعمل أتوميك بالانس مثلا بدي أعرف كم مول موجود من كل هاي الأشياء، فهون بدي أكتبها زي ما هي HCHO اللي هي فورمالديهايد بير سكند. ليش بدي أكتبها بمول مول فلوريت لهذه الكومبوننت؟ لأن أنا ما بعرف لا مول فراكشن ولا أي شيء عنها بالنسبة لهذا التفاعل، فبالتالي بدي أكتب مول CHO بير سكند. فبدي أحط هلا أنا كل البرودكتس اللي المفروض إنها تطلع معي، يعني في عندي فورمالديهايد، في عندنا H2O بير سكند، في عندنا من التفاعل الثاني كمان CO2 مضبوط، وكمان عندنا رياكتنت، لانه احنا ما بنعرف انه كل الرياكتنت تفاعلوا ولا ما تفاعلوا، وبعدين حتى لو تفاعل واحد منهم كامل الثاني قديش بده يتفاعل ما بنعرف. فبالتالي احنا بنحط كل المكونات عندي بالنسبه للاوتبوت، اذا ما عندي معلومه بحط كل شيء طالع وداخل. فبدي احط هون N1 dot N2 dot N3 dot N4 dot N5 dot. اوكي فهاي المعلومات اعطاني اياها عن الفيد، والاوتبوت ما بعرف شيء عنه غير انه ايش هو الاشياء اللي طالعه بسبب الرياكشن. تمام، فدائما احنا هون بدنا نكتب هاي المكونات بهاي الطريقه. هلا بحكي لي دو degree of freedom analysis based on the extent of reaction. هلا بما اني عندي تو رياكشنز، فاحنا عندنا XC1 وXC2. اوكي هذا التفاعل الاول وهذا التفاعل الثاني،
فهلا اذا رجعنا وشفنا معادلتنا اللي هي شو بستخدم عشان احسب degree of freedom، قلنا احنا كل method لها شيء خاص فيها. فحسب اذا عندي extent of reaction بدي اروح على القانون تبع extent of reaction هون. واطبق عليه مباشرة. هلا في عندكم انتم بالـ e-learning supplementary document، هاي supplementary document بتبينكم قديش القوانين الخاصة بالنسبة degree freedom لكل نوع من انواع من كل طريقة من الطرق. فمثلا هون كان عندنا احنا لما يكون عندي الـ extent of reaction بدي اشوف الـ number of unknowns زائد الـ number of independent axes ناقص كم عندي reacting molecular species وكم non-reacting species إذا كان في عندي أي معلومات تانية. أوكي، فهلأ أنا بدنا لحظة، هو الأحسن نعمل نقلب هون. هلأ إذا بدي أكتب degree of freedom analysis كم unknown عندي؟ كم unknown عندي unknown؟ أي نور؟ هاي الفلو تشارت اللي عندنا فور الليبل، كم انون عندي؟ قد ايه؟ لا خمسة 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 مزبوط. وكم اكسي كم تفاعل عندي؟ اثنين اثنين. كم موليكيولار سبيشيز بيدخلوا بالتفاعل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة بيدخل بالتفاعل سواء كرياكتس او برودكتس. ايوه وما عندي اي معلومه ثانيه، اي علاقه ثانيه عم بيعطيني اياها، صح؟ فبالتالي اثنين الديجري اوف فريدم اثنين. قلنا شو معنى الديجري اوف فريدم اثنين؟ يعني انه انا بحتاج معلومتين اضافيتين عشان اقدر احل اطلع كل هدول الانون. تمام. طيب هلا بقول لي use the equation 466 to derive the expression for the product stream components flow rates in terms of the two extent of reactions C1 and C2. هلا شو هاي المعادلة؟ اللي هي هاي تبعت extent of reaction بيكون فيها اللي هي هاي المعادلة اللي فوق هون اللي هي number of moles out بتساوي number of moles in زائد مجموع الاكسيز ضرب stoichiometric coefficient لكل component ب component. فاحنا هلا بدنا نمشي فيهم واحدة واحدة. أول شيء بالنسبة للفورمالديهايد H اللي هي N1 HCHO نشوف ال N1 dot ال out بتساوي ال N. هلا عندي N، مين يشاركني هلا؟ دينا، هلا عندي N يا دينا من ال HCHO؟ دكتورة في عندي N داخل الفيد، بقول في عندي الفيد فورمال دي هاي، إذا هاي زيرو. أوكي طيب هلا بنشوف ال HCHO وين طالع، بالتفاعل الأول ولا بالثاني ولا بالتنين؟ بالأول. بالأول product ولا reactant؟ product. product يعني plus بالنسبة لل stoichiometric coefficients. أوكي وبعدين قديش التفاعل الأول C1، هل في بما أنه هون واحد معناته إيش؟ stoichiometric coefficient بتساوي واحد، بالتالي هاي أول معادلة N1 بتساوي C1. أوكي شكرا يا دينا. بالنسبة للمي H2O عندي ال N2 شو بدها تساوي؟ هل في عندي H2O بالفيد يا سارة؟ سارة نعم دكتورة، هل في عنا H2O بالفيد هون بالستريم اللي داخل؟ هل في عندي مي H2O؟ ايه دكتور في عنا H2O هون بالفيد؟ ايه دكتور في H2O ما في، وين H2O؟ ما في شيء هون، ما في H2O في الفيد، في بالاوت بس ما في بالفيد يا سارة. فبالتالي اذا عندي انا ما في عندي، نحط هون ايش؟ زيرو. حنين كملي معي يا حنين. أنا مثلا لا نشوف الـ XC1 و XC2 الأول، هل في طالع، هل في تفاعل الأول في H2O؟ بالفيد لا، بالتفاعل الأول هلا خلصنا الفيد زيرو. أوكي هلا التفاعل الأول موجود، موجود H2O بس مش عارفين شو هو. برودكت ولا رياكتنت؟ لا برودكت معناته بلس.
مضبوط. كم في الـ XE1؟ كم الـ Circumventive Option تبعتها؟ N2. الـ Circumventive Option هلا الـ N2، هلا احنا بنطبق هاي المعادلة، اوكي؟ بنطبق هون، بنقول الـ N out بتساوي الـ NN زائد مجموع الـ Circumventive Options في الـ XE لكل تفاعل، اوكي؟ فاحنا عندنا الـ N out اللي هي N2 بالنسبة للـ H2O. الـ N 0 لأنه ما في عندي داخل N. بل لما نشوف كل تفاعل بنضرب الاكسي تبعتها في الستوكيومتريك اوبشن تبعتها. فالتفاعل الاول احنا عندنا H2O هون، كم الستوكيومتريك اوبشن تبعت ال H2O؟ 100 اللي هي بالتفاعل هون الستوكيومتريك اوبشن اللي هو الرقم اللي بيكون هون موجود كم هذا المفروض؟ بما انه ما في رقم هون معناته ايش؟ يعني زدته ونحط يعني واحد، اوكي؟ بما انه هون ما في عندي سيكومتري كوفيشنت معناته الرقم اللي موجود هون مساوي واحد. واحد ضرب كسي 1 يعني هون بنحط كسي 1، اوكي؟ بعدين التفاعل الثاني في عندنا H2O؟ لا. H2O يا حنين؟ لا لا مش موجود. التفاعل الثاني، التفاعل الثاني ما في H2O وهي ايش؟ موجود. طيب موجود في البرودكت معناته حيكون الاشاره موجبه، موجبه بلس ايش؟ هاي السيكونسر اوبشن كم هون؟ تنين. اذا بلس بلس تنين في الكسي 2 معناها ال N2 بتساوي كسي 1 زائد كسي 2. طبعا احنا نحطهم هذول دوت لان احنا عندنا فلو، فبالتالي بحطهم برضه كسي 1 وكسي 2 دوت. طيب شكرا. هلا نيجي على السي او 2. CO2 الاوت تبعها، شوف حدا نور، يا نور موجودة نور؟ اوت اكتر يلا يا نور. عندي الاوت اللي هي CO2 N3 بتساوي N، كم ال N بالنسبة ل CO2؟ كم اللي داخل؟ كم اللي داخل من CO2 يا نور على هذا التفاعل، على هذا الرياكتر؟ هل في عندي CO2 هون؟ لا بدها ما في. اذا زيرو، اذا زيرو، اوكي. وين موجود CO2؟ بتفاعل الاول ولا الثاني ولا الاثنين؟ الثاني. الثاني. اذا هل هو برودكت ولا رياكتنت؟ لا رياكتنت. CO2 برودكت. 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 اذا بلس بلس ايش؟ كسي 2 ضرب 1 فبنحطها، معناته ال N3 دوت بتساوي كسي 2 دوت. نيجي على ال CH4. ال CH4 لاحظوا هلا ال CH4 شو ماله؟ ال CH4 موجود بتفاعلين ورياكتنت، فيا تقى. دكتورة كم عندي ده؟ كم اللي طالع عندي من ال CH4 اللي هو N4 دوت، هاي ال out بتساوي ال N، كم ال N من CH4 اللي هي رياكتد؟ واحد. لا كم اللي داخل هون ككمية كفلوريت؟ 0.5 ضرب ايش؟ ضرب المية. واحد المية. أوكي. ضرب المية، ضرب المية، اوكي؟ اللي هي عم نحكي عن فلوريت تبع سي اتش 4 اللي هي نص في المية، يعني 50 مول بير سكند. هلا طلعي هون سي اتش 4 وين موجود؟ بالتفاعل الاول والتفاعل الثاني. التفاعل الاول هو رياكتنت ولا برودكت؟ رياكتنت. بالتالي كم السيكوبتريك اوبشن تبعته؟ واحد. سالب ولا موجب؟ سالب. سالب 100%. والثاني؟ واحد. برضو واحد. سالب ولا موجب؟ سالب لأنها رياكتن. بالضبط، شكرا يا نور. إذا هاي المعادلة تبعت ال CH4، 50 ناقص C1 ناقص C2. آخر إشي عنا اللي هي الـ O2. تقى، تقى صح؟ خلصنا تقى. تقى، تقى اللي جاوبتيني هلا مزبوط؟ مزبوط. تمام. جمانة، يا جمانة جمانة مش موجودة. نرجع لدينا، لا رحمة عفوا. خلص دينا. يلا رحمة. يلا دينا ماشي. يلا يا دينا. هاتي. قديش الـ out؟ للـ O2. الـ O2 بالفيد عندنا 0.5
أول إشي إحنا out ال out n5 dot. أو. تمام. بتساوي ال n كم ال n 0.5 بس 0.5 إحنا ما بدنا الموصل بدنا. آه. أيوة 50 مولر فلوريد بدنا 50 ممتاز. ومو طالع عندي لا بالرياكشن الأول ولا بالثاني. لكنه موجود في الرياكشن الأول والثاني كإيش؟ كبرودكت كرياكتنت سوري. بالضبط. إذا عندي يا قديش بتكون هون؟ بتكون عندك كمانت في عندك سي 1 وسي 2 صح؟ لأنه موجود في التفاعل الأول والتفاعل الثاني. بس كم التفاعل الأول؟ كم الكوفيشنت تبعت التفاعل الأول؟ خلص ال يعني الرياكشن مش عارفة إيش اسمها اللي قلتيها أنتي. الكسي هاي أوكي هي كسي ولا كسي دو كتبتهم. كسي كسي عادي سهلة إكس إكسي بس تمام. بس هلا هي بتفاعل الأول قديش عنا إياها رياكتنت وفكر منك أوفشن تبعتها. One سالب ولا موجب؟ لا سالب. سالب 100% إذا ناقص كسي 1 والتاني تو برضو سالب. سالب بالضبط ناقص 2 سي 2 اكس سي 2 تمام. اذا هاي المعادلات الخمسه اذا انا عرفت سي 1 وكسي 2 بدي اطلع ان 1 وان 2 وان 3 وان 4 وان 5 مزبوط. لو كتبنا الان اللي هي الاوت بدلاله الاكس سي 1 وكسي 2. هلا قول لي الفرع الاخير the fractional conversion of methane is 0.9 and the fractional yield of formaldehyde is 0.855. اوكي فبحكي لي من هدول المعلومتين مش احنا حكينا degree of freedom تساوي 2 معناته انا بحتاج معلومتين عشان اطلع كل هاي الانونز صح. هلا هو عم يعطيني هدول المعلومتين. اول معلومه انه fractional conversion of methane is 0.9 والfractional yield of formaldehyde is 0.855. فبناء عليها هاي المعلومتين احنا كنا محتاجينه واعطانا اياهم اللي هم two other equations. هلا بقول لي find the molar composition of the reactor output stream and the selectivity of formaldehyde production relative to carbon dioxide production. فهلا احنا بدنا نرجع على تعريف الفراكشنال كونفرجن. الفراكشنال كونفرجن للميثين شو بيساوي؟ احنا شو هو تعريف الفراكشنال كونفرجن؟ هو قديش في عندي رياكتد على الفيد. دائما ذكروها بهي الشكل ان قديش في كميه تفاعلت على كميه دخلناها. اللي رياكتد اللي هو اللي دخل اللي هو 50 بالنسبه للميثين ناقص اللي طلع. اللي طلع عندي كم؟ اللي هو حسب هاي الفلو تشارت ام 4 اوكي على اللي فد اللي هو 50. متفقين؟ كم بيساوي هاي؟ 0.9. اذا من هون شو بقدر احسب من هاي المعلومه؟ شو رايكم هاي المعلومه؟ شو تعطيني اي رقم؟ ان 4. اذا ان 4 عندي حسب هاي المعادله بتساوي 5 مول بير سكند. المعلومه الثانيه اللي هو اليلد الفراكشنال يلد. الفراكشنال يلد بيعطيني له لمين؟ للفورمالديهايد. اذا قديش فورمالديهايد فورمد اللي فعليا طلع على الماكسيمم فورمالديهايد ذات كان بي فورمد. اوكي ايش يعني الماكسيمم فورمالديهايد ذات كان بي فورمد؟ انه لو انا ما عندي هذا السايد رياكشن ركزوا معي منيح هلا بشرح اليلد. لو ما عندي هذا السايد رياكشن وكل السي اتش 4 تحولت لا فورمالديهايد كم حيطلع معي فورمالديهايد؟ يعني لو كان عندنا 100% كونفرجن وما في عندي سكند رياكشن حيطلع معي قديش من السي اتش سي اتش او. فشو رايكم انا لو هذول ال 50 مول بير سكند من الميثين لو كلهم تفاعلوا وكلهم تحولوا لفورمالديهايد وما كان عندي هذا التفاعل كم من من الفورمالديهايد ممكن يتكون؟ 50 بالضبط 50. اذا الماكسيمم عندي 50 وكم فعليا يتكون حسب الفلو تشارت تبعنا حسب الليبلينج تبعنا لي ايش؟ ان 1 مظبوط. فاحنا عندي الان 1 هاي هي اللي فعليا اللي تكونت يعني قديش الكميه الفعليه الحقيقيه اللي تكونت هي ان 1 على الماكسيمم ممكن تتكون 50. هذا هو اعطاني قيمتها 0.855. معناته من هاي المعادله شو بقدر احسب؟ N1. N1 إذا N1 بتساوي 50 في 0.855 بالتالي بيطلع معي إنه ال N1 بتساوي 43 تأخذها بس على طول significant figures mole per second. أوكي فهي طلعنا أول unknown طلعنا ثاني unknown
برجع هلأ لمعادلاتي. ال N1 شو بتساوي؟ C1. عندي ال N1 بتساوي C1، معناته C1 هاي بتساوي 43 مول بير سكند. تمام، هي طلعنا أول C1. بعدين رجعنا على ال N4 اللي حسبناها، شو بستفيد منها؟ 50 ناقص C1 ناقص C2، معناته ال N4 اللي حسبناها هاي اللي بتساوي 5 مول بير سكند هتساوي 50 ناقص C1 ناقص C2، واللي بتساوي 50 ناقص 43 ناقص C2، معناته C2 هتساوي كم؟ 50 ناقص 43 7، 7 ناقص 5 2، 2 مول بير سكند. N1 N4 عرفناها، هلا ضل عندي N2 حسب المعادلة هون، N2 بتساوي C1 زائد C2. إذا عفوا N2 طلعناها بتساوي C1 زائد C2، 43 زائد 2 N2 بتساوي 45 مول بير سكند. أي N2. N3 شو طلعناها بتساوي C2، N3 بتساوي C2، بالتالي N3 هتساوي 2 مول بير سكند. بعدين آخر إشي N5 اللي بتساوي 50 ناقص C1 ناقص 2 في C2 اللي بتساوي 50 ناقص 43 ناقص 2 في 2، وبالتالي N5 راح تساوي عندي 7 ناقص 4 3 مول بير سكند. وهاي ال N3 وهاي ال N1 وهاي ال N4. اوكي، بالتالي ال N total عشان اطلع لكم position، انا ال N total شو بتساوي؟ مجموعهم ال N eyes كلهم، يعني ال N1 اللي هي 43 زائد ال N2 45 زائد ال N3 2 زائد ال N4 5 زائد ال N5 اللي هي 3، 90 98 مول بير سكند. وهلا بطلع ال Y I كل واحدة بطلعها اللي هي كل مولر فلوريت على ال N total وبحسبهم. Y1 بتساوي N1 على N total بهذا الشكل اللي احنا تعلمناه، نطلع كل واحدة منهم. بضل عندي بدي اطلع السلكتيفيتي اللي طالب مني اياها. السلكتيفيتي ايش بتساوي؟ بقول لي فورمالديهايد ريليتيف تو كربون دايوكسيد. فورمالديهايد عندي اياها مين هي؟ N1. الكربون دايوكسيد اللي هي N3. فالسلكتيفيتي اوف فورمالديهايد نسبة لل CO2 هي ال N1 على ال N3، اللي هي كم عندي من الفورمالديهايد تكون نسبة لا CO2 اللي تكون. الفورمالديهايد اللي هي ال N1 43، الN3 اللي هي 2، معناته السلكتيفيتي of formaldehyde نسبة للCO2 تساوي 21.5. كل ما كانت السلكتيفيتي أعلى كل ما كان عندنا التفاعل يعني عم بيعطيني اليلد أحسن باتجاه اللي إحنا بدي إياه بشكل أفضل. ونتذكر دائما إنه اليلد لازم تكون أقل من واحد، الكونفرج لازم تكون أقل من واحد، لكن السلكتيفيتي احسن انها تكون اكثر من واحد. كل ما كانت اعلى كل ما كانت احسن، لانه بيدلني على انه كميه البرودكت اللي انا بدي اياه اكثر بكثير من كميه البرودكت اللي انا ما بدي اياه، which is the best يعني. كيف فاحنا عندنا ال CH4 كان عندنا 50 طلع 5، معناته بتفاعل 45. هلا ال 45 هدول زي ما شفتوا انتم ال XE1، ال XE1 وين راح نسيتوا، هاي ال XE1، ال XE1 43 وال XE2 2، يعني توزعت ال 45 هاي على 43 باتجاه اللي احنا بدنا اياه و2 بس باتجاه اللي احنا ما بدنا اياه. فهذا نوعا ما تفاعل يعتبر جيد لانه بيعطيني بس شوي من السايد رياكشنز. اوكي، اي سؤال؟ اي سؤال على اي شيء بهذا البروبلم؟ يعني هاي احنا انا وياكم زي ما حكيت لكم، انا ما قرأت السؤال قبل ما جهزت حالي عشان بدي اشوف كان قديش منه ممكن ياخذ مني هذا الوقت، يعني مع الشرح ومع انتم اجابتكم وكذا، هي اخذ منا السؤال 25 دقيقه. طبعا بالامتحان لما بنحط بامتحان زي هيك بنكون احنا متوقعين انه ياخذ هذا السؤال مثلا 20 دقيقه مو اكثر من هيك. فبس اذا الواحد ما كان متدرب وما كان دارس يعني نوعا ما بكون شوي صعب انه يعمل هذا الحكي. هلا لو بدنا نكمل يعني كنوع من
الريفيجن بالعشر دقائق ضايلين معانا، خلينا نحل هذا السؤال. بس خلينا نرسم الرسمة. هي المية مول بير سكند، عندي الـ 0.5 مول CH4 بير مول، 0.5 مول O2 بير مول. وعندي حكينا الـ N1 اللي هي حكتبها سريعا، هي مفروض تنكتب بالوحدة كاملة بس عشان بسرعة نحي معنا الوقت. H2O N3 اللي هي CO2، N4 الميثان، والـ N5 اللي هي ال الـ O2. اوكي، فانا بدي اعمل اتوميك بالانسز. فكرنا احنا ما بنحل الاكسنتف رياكشن بالرياكشن ميثود، الاتوميك بالانس ميثود. اوكي، لو بدي اعمل او بالانس او شيء ابدا بالسي بالانس، احنا كم اتوم عندنا هون؟ عندي سي واتش واو، فانا بقدر اعمل ثلاثه بالانسز، لكن عندي 5 انونز. فاحنا بما انه عندي 5 انونز محتاج المعلومتين الاضافيات اللي هم حكينا عنهم اللي هم الكونفرجن واليلد. لكن هلا انا بدي بس اعمل السي بالانس الاتوميك بالانسز عشان يعني تكونوا عارفين كيف احنا بنشتغل. فهلا بالنسبه للسي بالانس، احنا كلهم بالنسبه للاتوميك بالانسز قلنا الان بتساوي الاوت. اوكي، شو يعني ان بتساوي الاوت؟ يعني عدد الكربونات اللي دخلت بيساوي عدد ذرات الكربون اللي طلعت. فاحنا بدنا نشوف هلا كل كومبوننت هون من اللي دخل قديش في عندنا كربون قديش في طلع. فبالنسبه للكربون عندي هلا ال CH4 في 1 مول من الميثان، يعني ال 50 هاي نص في 100 بضربها في الواحد، هاي ال 50 اللي هي 200 بضربها في الواحد، ما في شيء ثاني. اللي طالع في عندنا الفورمالديهايد، وفي عندي ال CO2، وفي عندنا ال N4 اللي هي CH4، كل واحده فيهم عندنا واحد واحد واحد. فبالتالي نفس الشيء عندي ال N1 مضروبها في واحد زائد ال N3 مضروبها في واحد زائد ال N4 مضروبها برضه في واحد. هي السي بالانس، اذا 50 بتساوي N1 زائد N3 زائد N4. هاي المعادله الاولى خلينا نسميها. المعادله الثانيه بدنا نحكي اللي هي الاتش بالانس. هلا ركزوا معي بالاتش بالانس، زي ما حكينا ان بتساوي اوت، الاتش هون موجوده بالميثان، كم فيها؟ 4، 4 في ايش؟ في 50، اذا ال 50 هاي بضربها في 4 لانه كل مول من الميثان في عنده 4 مولز من الهيدروجين. طيب الاوت شوف وين موجود؟ موجود هون وهون وهون. كم مول من الهيدروجين في الفورمالديهايد؟ في عندنا 2، اذا ال N1 بضربها في 2 زائد ال N2 برضه اضربها في 2 لانه في عندي 2 مول من الهيدروجين في الووتر، والميثين في عنده برضه 4 زي ما حكينا قبل شوي، فبالتالي ال N4 بدها تساوي 4. 50 في 4 و N1 في 2 N2 في 2 و N4 في 4، بدي ابسط المعادلة اقسمها كلها على 2، فبتصير عندي 100 بتساوي N1 زائد N2 زائد 2 N4. هاي المعادلة الثانية. المعادلة الأخيرة اللي هي الـ O balance اللي بقدر أكتبها بالنسبة للـ Atomic Balances. الـ O اللي داخل عندي الـ 50 في 2 اللي طالع عندنا بالفورمالديهايد 1، إذا N1 في 1 زائد بالووتر 1 يعني N2 1 بالـ CO2 2 زائد N3 2 زائد بالـ O2 again 2 N5 2 في 2. معناته هم بدي اعمل سمبليفيكيشن بكتبها زي ما هي، 100 بتساوي N1 زائد N2 زائد 2 N3 زائد 2 N5. هاي المعادله رقم 3. اوكي، فعندي هون ثلاث معادلات، خمس مجاهيل بحتاج معلومتين اضافيات. نفس الشيء بدي استخدم الفراكشنال كونفرجن بتساوي 0.9، وقلنا منها حسبنا انه ال N4 بتساوي 5، اذا هون N4 بتساوي 5 مول بير سكند من الفراكشنال كونفرجن. اليلد قال لي انها بتساوي 0.855، ومنها طلعنا ايش؟ ال N1، N1 كانت بتساوي ال 43 مول بير سكند. اوكي، فهذول او هذول المعلومتين عندي اياهم N1 و N4. باجي هلا على معادلاتي، عندي هاي N1 N3 N4، اذا بقدر انه من هذول المعلومتين from equation 1 بعوضهم، عندي ال 50 بتساوي ال 43 زائد N3 زائد ال 5، وبالتالي بطلع ال N3 بتساوي 2 مول بير سكند. اوكي، هي اول مجهول N4، ثاني مجهول N1، ثالث مجهول N3.
نيجي هلا على المعادله رقم 2 هون فيها 1 و4 و2 اذا برضه نفس الشيء from equation 2 بقول انه ال100 تساوي 43 زائد n2 زائد 2 في الخمسة وبالتالي منها بعوض المعادلات هون يعني في شيء غلط سوري هون 200 هاي ال 200 4 سي اتش 4 2 2 هون 4 صارت 2 في 50 مضبوط 100 مضبوط اوكي ال 100 43 و10 فال 100 ناقص ال 53 معناته بيطلع معي ال n2 بتساوي 47 مول بير سكند اللي هي ال H2O اخر شيء المعادلة الأخيرة هي 3 from equation 3 عنا المية بتساوي N1 اللي هي 43 زائد N2 طلعناها 47 زائد 2 N3 2 في 2 زائد 2 N5 اللي ظلت عندي مش معروفة بحلها بطلع معي 100 ناقص 90 10 ناقص 4 6 معناته N5 على 3 بتساوي اثنين عفوا تساوي 3 مول بير سكند اوكي فهون طلعنا برضو الفايف انونز هلا بنرجع بنشوف الكومبوزيشن بجمعهم وبكمل نفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا عليها فاحنا هلا هون فعليا هي بس عندي الـ يعني لاحظوا احنا كتبنا الثلاث معادلات هون لما كتبنا اكسنت اوف رياكشن برضو كتبنا الخمس معادلات هاي اللي هون بعدين رجعنا استفدنا من المعلومتين اضافيات هون اساس اني اطلع بعض الانونز كانت بالنسبه لنا هون ان 4 ان 1 وهون رجعنا استخدمناهم نفسهم بعدين استخدمنا هذول الثلاث معادلات اول خمس معادلات اللي شفناهم قبل شوي بالاكسنت اوف رياكشن طلعنا باقي الانونز ومنهم رحنا شو اسمه كملنا باقي المعلومات اللي هي كانت مطلوبه منهم اللي هي الان 1 والكومبوزيشن عفوا والسيلكتيفيتي وهكذا